أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق برنامج رحلات خاص لمواكبة تنقلات المسافرين في أفضل ظروف السلامة الصحية والراحة خلال فترتي عيد الأضحى والعطلة الصيفية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 27 من يوليو 2020. ويشمل هذا البرنامج بالإضافة إلى القطارات المعتادة حسب بلاغ للمكتب توصلت شوف تيفي بنسخة منها اليوم الخميس قطارات إضافية لا سيما على المحاور الأكثر طلبا وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وأشار البلاغ إلى أن سير القطارات سيتم مع الاحترام التام للتدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة الصحية وتوصيات السلطات المختصة، فبالإضافة إلى التوفر على رخصة السفر من المنطقة رقم 2 مذكرا بإجبارية ارتداء الكمامة واحترام قواعد التباعد الاجتماعي بالمحطات وعلى متن القطارات، وتعزيز التنظيف والتعقيم للقطارات والفضاءات المشتركة بالمحطات، وكذا توفير المحلول الكحولي بالمحطات والقطارات، ولتشجيع الرحلات الفردية أو الجماعية حتى 5 مسافرين. يضيف البلاغ فقد أطلق المكتب بطاقة للسفر تقدم عددا غير محدود من الرحلات مع تخفيض بنسبة 50% على قطارات الأطلس و 30% على قطارات البراق باستثناء المراسلات المحلية. وتعد هذه البطاقة التي تعرض بسعر جذاب ب 199 درهم فقط وصالحة لمدة شهر فرصة مميزة لاكتشاف واستكشاف ربوع مملكتنا والثروات التي تزخر بها مختلف الجهات التي يجوبها القطار، كما تعتبر دعوة مفتوحة للقيام برحلات استكشافية رائعة عبر القطار بسعر جد مناسب.